العراقيون لا يزالون يعانون من تبعات الحروب التي توالت على رؤوسهم لعقود، ولا زالت وإنما بأساليب وصور مستحدثة لتستمر معاناتهم التي تركت آثارها الواضحة لعضاء من أجسادهم الهزيلة. فمنهم من قضى نحبه تحت طائلة العذاب وارتاح من ألم عاث في روحه وجسده دهرا، ومنهم من يصارع السقم وحيدا سلاحه الأمل بيد تطرق باب منزله وتعينه على مبتلاه. حنجرة ممزقة أكلت أوتارها الصوتية، وبلعوم مزدوجة يأبى الزاد أن يمر من خلاله، هي بعض من أسقام المواطن عباس فشاخ الحشيمي الذي يصارعها وحيدا منذ تسعينيات القرن الماضي بصبر أيوب وقلة حيلة يعقوب، وسط غياب دور الجهات الحكومية الرسمية في توفير العلاج اللازم له. أنا معوق عرب 697 فقطع سمن المريء من عد من أنا فاكلي صار طبيعي يعني صوتين عن طريق بطن منها على قاية أكل من عدم فيعني داش عملية زين، وناشد رئيس وزراء كاظمي يعني شوف عالتي وسولة عملية وسكن الشهال ثولة يعني قاعد يتشار الشهر 200,000 يعني ما عدي جيت قاعد تتجاوز فلنشوف يمتي. عباس لا يصل جوفه إلا فتات طعام أو قطرات شراب بواسطة ضاغطة أسفل بطنه تديم فيه نفس الحياة فقط. حالته الصحية تدمي القلوب قبل العيون، وأما المناشدات فهي حدث ولا حرج، وأما اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة السابقة فهي أكثر أن تعد أو تحصى. خير شاهد على إهمال التقارير الطبية التي وصلت إلى مكتب الوزارة لكنها لم تصل إلى قلوب المسؤولين ولم تمس ضمائرهم، في حين أن تكاليف علاجه في الخارج لن تزيد عن تكاليف مأدوبة فاسد أو سارق من سراق قوته وقوت العراقيين. ولكن لا حياة لمن تنادي. هاي تنفس من عقل تنفس ما تتمنى نيم زين واكل باي هاي الصوتين وهاي السنجة هاي خليتنا واكل زين أكل يعني كل سوائل أكل أنا. زوجة المصاب تناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنظر في حالة زوجها معيل العائلة الوحيدة في ظل أولويات متطلبات معركته مع المرض وتراكم متطلبات الحياة وغياب الرعاية الصحية وتأخر أو توقف صرف رواتب المحتاجين في كربلاء، والتي لا ترتقي أساسا لسد ولو النزر اليسير من متطلبات هذه العائلة الكربلائية. أناشد مصطفى الكاظمي ساعة هذا زوجي والله مريض وما عدنا حالته كلش تعبانة، لا راتب لا مصرف عندنا لا معين، والله هذا حالته كلش تعبانة من 97 لحد الآن، هاي منا يتنفس ومنا ياكل، عنده هاي الجهال وقاعدين يجال، لا عندنا بيت، هو الأبو هو أبونا مصطفى الكاظمي، ما عندنا بس الله هو. محافظة المثنى هوية الإحصاء الميداني لتسجيل ضحايا الألغام والمخلفات الحربية. هذه الهوية الوحيدة اللي حصل عليها عباس الحشيمي من الحكومة العراقية السابقة، والآن يرفع صوته لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بأن يسهل عملية عباس الحشيمي وأيضا يتكفل بعلاجه، خصوصا وتحتاج مبلغ مالي بمقدور رئاسة الوزراء توفيره لعباس الحشيمي وحل مشكلته للعودة والعيش بصورة طبيعية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء.